في بنجلوكا عاصمة إقليم صرب البوسنة ذي الحكم الذاتي في جمهورية البوسنة والهرسك الألاف من الصرب تجمعوا للمشاركة في مظاهرتين إحداها تؤيد الحكومة المحلية والأخرى تعارضها هؤلاء المعارضون يتهمون حكومتهم بالفساد ملادن إيفانيتش رئيس حزب التقدم الديمقراطي تحدث بلسانهم قائلا لدينا وضع سياسي سيء جدا لن يكون أفضل بعد مظاهرة اليوم إننا نحارب من أجل حقنا الديمقراطي في التعبير عن رأينا، ولنقول إننا غير موافقين مع السلطات الحالية. الشرطة وقفت للفصل بين المظاهرتين لمنعهما من الالتقاء كما قال وزير الشؤون الخارجية للإقليم. الشرطة اتخذت تدابير لإيقاف أي نوع من المسيرات يقوم بها الطرفان لأنها قد تؤدي لمواجهات. الاضطرابات السياسية في إقليم صرب البوسنة تزايدت منذ انتخابات عام 2014 عندما خسر الحزب الحاكم بقيادة الرئيس ميلوراد دوديك مكانه في الحكومة البوسنية. دوديك كان قد أعلن أن الإبادة الجماعية في سربرنيتشا أكذوبة.